الصوت عاتي دهشني دهشني فريمون دهشني ما كنتش نتوقع واش عشان شحال كوم سي طابا كاين نوفيل فيديو. جينا اليوم عند بايك فاكتوري لا ميزون ديال البينيلي والفوج في كازا باش نديرو تيست رايد هاد البينيلي تيركا 502 اللي شحال وانا تنساين باش ندير التيست رايد. ها هي راه ديسپونيبل عندهم هنايا اللي بغى يجي يدير تيست رايد ديالو راه فابور جي تيستي جوست يكون عندك البيرمي موتور اللهم بارك. جانا في هاد لا كولور روج كاين فيه بزاف لي كولور ديجا تكاشو لكم لي كولور اللي كاينين فيه في لا فيديو اللي فاتت. هاد لا موطو فيها البو ديشابمون بدل غادي تستمتعوا معايا بالصوت ديال الموطو في هاد لا فيديو ان شاء الله. نبداو التيست رايد ديالنا على بركه الله غادي نصدمكم بالصوت اللي فيها اللهم بارك بدل ليها البو. سمع كتسمع بحال شي ام تي 09 طراسه والله الا الصوت عاتي دهشني دهشني فريمون دهشني ما كنتش نتوقع بالبو غادي تجي فيها هذا الصوت كامل اللهم بارك. الصوت واعر واعر فريمون واعر كنحس براسي بحال غادي بالام تي 09 في طراسه عندها تقريبا نفس الصوت ديالها تقريبا هذه دو سيلندر ما غاديش تكون عندها نفس الصوت ولكن قريب ليها بزاف. سمع اللهم بارك تبقبق. نبداو اول حاجه بريزونطاسيون ديال هاد لا موطو اللي حطمات رقم قياسي في المبيعات ايطالي. موطو واعر سهل انك تشريه ضروري خاصك دير ليه شي بو بحال هذا باش تمزك اللهم بارك. بالنسبه لا ماشين الخوت دو سيلندر 48 شيفو ديفلوبي لنا واحد الجهد اللي معقول 500 سي سي دو سيلندر راه مزيانه. بالنسبه للطوب سبيد الخوت 180 كيلومتر اصلا الناس اللي تياخذوا هذا الموطور اللي تياخذوا الطايل عامه ما تيقلبوش على الجرا بزاف جوست تكون كتمشي في لوطوط بديك 120 140 منفس على الموطور ما كتحسش به مخنوق هذه اهم حاجه. ويكون عندك الكوبل باش الدوبل تحتاجو مثلا في الطريق حيت كتحتاج لا مانيابيليتي اللهم بارك. كما كتشوفوا الصحام دابا نتيسير لكم الصحام فخواديسمون رادياتور فيها ليكيد ما غاتعانيش مع السخونيه مع هذا الموطور والسحام هذه حاجه زوينه. موطور مانيابل ما كتحسش كاع به ثقيل فيه 235 كيلوغرام ما كتحسش بها كاع وانت غادي موطور كتحس به خفيف فيه سيرابور في فيتاس بالنسبه للخوت الطابلو ديالها سامبل تيطلع لك اي حاجه تقدر تحتاجها شحال فيه ليسونس هنا البورات السخونيه تشيك مونتور بوان مور لي فيتيس الساعه كيلومتراج توتال لي تور المهم اي حاجه ما كيطلعش لك غير الكونسوماسيون مويان. عندك فيل شارج هنايا واحد اليو اس بي اللي كنحتاج وانا في موطوري عاد غادي نديرو راهي الام تي 09 طراسه والله ما بارك هذه كتسمع عليها وحق الله انتما كنوقف حدايا وانا كنتسمع مجهد عليه وانا كنتسمع حسن الصويت الله يبارك. غنخلو دابا لهاد النفق ونسمعكم غادي نجربو نشدو بها لوطوط ان شاء الله ونشوفو كي غادي تكون وسط لوطوط واش الموطور ستابل في الطريق غنجربو سبيد شويه بها نكسيو بها علاش لا. اسمع بوزيسيون دو كوندويت مرتاحه فريمون مرتاحه ودابا راه محرك البرد وما كنحسش بالريح على ود هاد لابول كتكالي عليا هي وهاد لي كاشمان. واحد الحاجه اللي مهمه كاينه في هاد الموطور هما لي كاش بار باش لا طاح الموطور ما كيتقاش ها هما لي كاش بار هادو تيخرجوا معاها. بالنسبه لي فاليز الخوت كيخرجوا اون اوبسيون تتخرج بلا لي فاليز حتى بالنسبه ل 502 الاكس حتى هي لي فاليز اون اوبسيون. في الاخر لا فيديو ان شاء الله غادي نقول لكم الثمن ديال هاد لا موطو من بعد ما نشدو بها لوطوط ونجربوها وسط المدينه واش هاد الحفايف في كازا بالرجوله في كازا خصك شي طاي خصك شي موطو بحال هذا هو اللي خدام ما كتحسش لا بحفاري لا بدودانات لا والو ما كتعانيش سيستم فريناج ابي اس اللهم بارك
كتشوفوا الخوت الموطور مانياب فطوله عندي فيها 100 تقريبا 870 ما كنلقاش مشكل باش نحط رجلي كنحط رجلاتي بجوجهم هما محطوطين بالنسبه ل 502 اكس فعالي على هذه زايده عليها بدي زوبسيون صراحه اللي زوينين بالنسبه ل 502 اكس عالي على هذه كما قلت لكم وفيها حتى هي الصابود موتور لتحت هذه ما فيهاش فيها واحد كاشات هنايا وفيها البولو تيجي ما تيجيش تحت منك وبالنسبه للجوانت هذه فيها توبليس لاخا فيها شومبرير قبل الاوف رود ولي بنو هادو 100% ديال الطريق صحاب لونديرو والجبال وداك الشيء تحماق على ال 500 اكس هادي واعره هادي تدخل بها علاش لا الا كنتي تاخذ هاد لا موطو ضروري ديرها لي فاليز حيت كتبان مهيبه بلي فاليز كتبان واعره فريمون كتبان واعره بلي فاليز الثمن ديال لي فاليز الخوت 10000 درهم اون اوبسيون كيتزادوا كيخرجوش مع الموطو كما قلت لكم الثمن ديال الموطو لا 502 هادي اولا الاكس غادي نقول لكم في الخاد لا فيديو وديما الاثمنه تيلعبوا دونك لا فيديو اللي فاتت ماشي نفس الثمن ديال هاد لا فيديو حيت دابا كلشي غلا الخوت الديوان غلات والمطار الطوموبيلات البي اس اي حاجه غلات كلشي زادوا فيه سمع الخوت صويت اللهم بارك سمع المانيابيليتي هي اهم حاجه في هذا الموطور كانوا في الكومونتير الخوت لا كاليتي كي بار ها هي انستغرام ديالي هي هذه دخلوا تابوناو تمايا راه كنكون اكتيف في انستغرام بزاف بزاف كلها اكتيف سمعوا الصويت اللهم بارك درت وقيفه هنايا على قبال نوريكم لا موطو كما كتشوفوا هايا ديال تيست درايف اللي بغى يجي تيستي هاد لا موطو مرحبا راها فابو هاي اللهم بارك هاي البو اللي داير ليها كتجينا بهاد ديزاين اللهم بارك اللي اغريسيف فريمون اغريسيف نجدو لوطوز بهاد لا موطو وغادي نشوفو كيفاش دايره كتشوفو الخوت كنساين واحد الدري صاحبي جاي عندي تا هو باش يعاوني في التصوير في المينياتور شحال من حاجه اللهم بارك الخوت الصوت تما الصوت خطير فريمون خطير الصوت عجبني ديال بصح كتبغي تهزها وحده اللهم بارك الصوت اللهم بارك الخوت عاود نقولها الصوت ثم الصوت خطير حتى بالبو سيلون صافي الصوت زويون خصا دابا مع البو مبدل فريمون عجباتني الخوت بالنسبه لا كونسوماسيون الخوت 3.8 حتى 4.5 وفيها ريزيرفوار كتهز 20 لتر يعني بان واحد يقدر يديك واحد 400 كيلومتر اكثر تقدر تسافر من رباط لطنجة وترجع بلا ما دير ليسونس هي بلان واحد 20 طو هادي بس هنا يكون الموطور ما تياكلش بزاف ومن طو ريزيرفوار كبير بحال البيني اللي عاوتاني اللي عندي ومازال دي موديل جداد غندير لكم دي فيديو عليهم الخوت سينو المفاجأة الكبرى سينو الخوت جايين شي ميطرات واعرين فريمون الخوت هاد الموطور ملي كتكون جاي اولا باش كتكون سايكو وكتشوف فيه كيبان كبير كيبان بحال جي اس 1200 كيبان فداك الكبوريه وباش كتشوفو كتقول هاد الموطور ما ينسوقو يكون ثقيل حتى انا كان عندي هاد الفكره مي الخوت صدمني والله تصدمني باش تحركت به حيت الموطور جاني خفيف فريمون خفيف ما حسيتش بداك الثقليه ديالو وميم طون لا موطو ستابل في الطريق اللهم بارك غادي نتيستيو لا ماشين في 4 ايام ونهبطوها ل 40 وغنأكسيليريو الموطور في 30 كاع ما كيترعدش ها
هانتوما الخوت كداو 30 غادي 4 ايام كنكسيليري عادي. واحد الحاجه الخوت بالنسبه للبياس كامل موجود ديال تي ار كا، موجود كلشي في ستوك اللهم بارك. عندهم اي حاجه تقدر تحتاجها، هذه هي الحاجه الزوينه، هي انك تاخذ موطور ويكون البياس ديالو. اما شي شركات الله يسمح لهم تيجيبوا الموطور وما تيجيبوش البياس ديالو، دي اخي بحاجه. ايوا سيدي ندخلوا طاو دابا ونشوفوا لا موطو واش عندها ما تقول ولا ما عندهاش ما تقول. هاي دابا غتبين لنا حتى الا كاين شي فيبراسيون شي حاجه غتبان في الطوش. طلع لي طوه لا موطو كتبان. هانتوما كيما كتشوفوا الخوت مزيان من لقينا الزحام باش نوريكم لا موطو علاش قاده. هاد الاغلبيه كيقلبوا على هاد البلان ديال المانيا بيتي وموطو يكون فيها في الطريق كيما الان تي 07 والان تي 09 طاسر. علاش دابا بزاف تياخذوها منكم رقيب المانيا بيتي والصح والعمل تاع هاد لا موطو اللهم بارك الصح والعمل ومانيا كما وسط كازا ما تبقاش تعاني مع الزحام. نتمنى الخوت الصوت يكون تسمع لكم مزيان حيت راه متعني فريمون متعني هذا الصوت ديال هذا الموطو. شافين تبان داك جي 650 اللي صكش في الصوت. ووو يا سلام سمعتو صوت خبيقة اسمع ووو ووو بالنسبه ل 502 اكس فراه داير 89000 درهم و 900 درهم حسب 9 مليون اكس دايره. اما هذه
ديها 82000 درهم. بالنسبة للي فاليز الخوت كما قلت لكم 10000 درهم غارونتي ديال 2 عام بالنسبة للناس اللي غادي ياخذوها. والله زوين غارونتي احسن حاجة. وديما الخوت تشيو تشريو شي موطور جديد سولوا على غارونتي حيت مهمة. والاغلبية ديال لي مارك تيديرو غير غارونتي في الروداج، مي هادو دايرين 2 عام ديال غارونتي. وتا بالنسبة الخوت الثمن معقول وموطور الله يبارك موطور زوين وعجبني. انا وصلنا حتى المحمدية الضحك. اسمع كاين المزار هنايا هذا هو البلان الخوت. نتمنى نكون قلت لكم كاع الحوايج اللي تقدروا تحتاجوا لهذا الموطور وتقدروا تعرفوا هذا الموطور. حتى لهنا الخوت نكون وصلنا للفان ديال هذا الفيديو. نتمنى لا فيديو يكون عجبكم ونكون خفيف على القلب ديالكم. تحياتي لكم سوبر بايكر. اي تساؤل دوز عندي سو انستغرام، هاي انستغرام ديالي تو 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 توز.